السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا على قناة فيلوسوفيا النجاح. إن كنتم أول مرة تزورون قناتنا، يمكنكم تسجيل الاشتراك على القناة وتفعيل خاصية الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد نقوم بنشره. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا في الفيسبوك فيلوسوفيا النجاح، وكذلك موقعنا الإلكتروني الذي ترونه أمامكم. هذا الفيديو سيكون خاصا لتلاميذ الجذوع المشاركة، بحيث سنقدم لكم نموذجا للفرض الأول في مادة الفلسفة الأسدس الأول، بمعنى غادي نقدم لكم الفرض الأول الدورة الأولى، وغادي نشوفوا العناصر ديال الإجابة ديال هذا الفرض وكيفية ديال إنجاز ديال هذا الفرض. إذا الفرض يكون بالنسبة لتلاميذ الجذوع المشتركة، الفرض الأول بالنسبة لتلاميذ الجذوع المشتركة يكون على هذا النحو، يعني فرض يتكون من 4 أسئلة، وكل سؤال فيه مطلب. مثلا احنا عندنا السؤال الأول كيقولنا املأ الفراغ بالمعلومات المناسبة. أنا عندي واحد الفقرة مبتورة من بعض الكلمات وأنا خصني نعمر، بحال مثلا هنا عندنا النموذج يشتق لفظ الفلسفة من الكلمة اللاتينية، عندي فراغ هنا خصني نعمر هذا الفراغ، التي تتكون من مقطعين، الأول يعني خصني نعمر هنا شنو كيعني، أما الثاني فيعني خصني نعمر المعنى ديالو هنا. وقد ظهرت كلمة فلسفة في، يعني نحدد هنا الزمان، في إحدى الشذرات المنسوبة إلى، نحدد شكون مول هاد الشذرات. السؤال الثاني عندي اختر من بين الأجوبة ما تراه صحيحا، يعني عندي السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثالث خصني نختار الجواب الصحيح. من هو الفيلسوف الذي قال أنا لست حكيما أنا محب للحكمة؟ هل هو طاليس أم سقراط أم هيراقليس؟ السؤال الثاني عندي ما هو النظام السياسي الذي ساعد على ظهور الفلسفة؟ هل هو النظام الأوليغارشي أم الديمقراطي أم ديكتاتوري؟ وعندي السؤال الثالث هنا ما هو أساس التفكير الأسطوري؟ عندي 3 ديال الاحتمالات، ارجع المتعدد إلى المتعدد، ارجع المتعدد إلى الواحد الرياضي، ارجع المتعدد إلى الواحد الطبيعي. وعندي 2 الأسئلة أخرين مرتبطين بالشرح، اشرح معنى الأسطورة، اشرح معنى المبدأ. هذا السؤال الأول والسؤال الثاني. نشوفوا الآن السؤال الثالث والسؤال الرابع، عندي أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح المعلومات الخاطئة. أنا عندي مجموعة ديال الأفكار، إذا كانت صحيحة غادي نقول صحيح، كانت خطأ غادي نقول خطأ، ونصحح علاش خطأ. هنا عندي السؤال الأول، شكلت الأغورا بأثينا مركزا إداريا وفكريا في الدولة المدينة. السؤال الثاني، الفلسفة خطاب يستند إلى السردي الخيالي. ثالثا، ابتدأت الفلسفة عندما اعتمد الإنسان على العقل في تفسير ظواهر الكون. رابعا، الماء هو أصل كل أشياء حسب أنكسيماندر. خامسا، الديمقراطية حكم الأقلية الشعبية وفق القانون والمصلحة الخاصة. السؤال الرابع هو أذكر 3 عوامل ساهمت في ظهور الفلسفة واشرحها. غادي نتحبسوا الفيديو الآن وتشتغلوا على هذا النموذج، ومن بعد عادي يمكن لكم تشوفوا عناصر الإجابة باش تعرف فين كاين النقاط ديال القوة ديالك وفين كاين النقاط ديال الضعف. إذا هنا غادي نشوفوا الآن عناصر الإجابة. عندي قلنا املأ الفراغ بالمعلومات المناسبة، يشق لفظ الفلسفة من الكلمة اللاتينية فيلوسوفيا، هذا هو الجواب الصحيح، التي تتكون من مقطعين، الأول يعني فيلو، الأول يعني المحبة، أما الثاني فيعني الحكمة. وقد ظهرت كلمة فلسفة في القرن الخامس قبل الميلاد في إحدى الشذرات المنسوبة إلى هيراقليتس. أنا عندي هنا كل واحد عليه نقطة. السؤال الثاني، اختر من بين الأجوبة ما تراه صحيحا، من هو الفيلسوف الذي قال أنا لست حكيما أنا محب للحكمة؟ هو سقراط. ما هو النظام السياسي الذي ساعد على ظهور الفلسفة؟ هو النظام الديمقراطي. ما هو أساس التفكير الأسطوري؟ هو إرجاع المتعدد إلى المتعدد. عندنا رابعا، الأسطورة التعريف ديالها هي حكاية شعبية أبطالها قوى غير طبيعية اللي هما الآلهة، من أجل تفسير ما هو طبيعي اللي هي الظواهر الطبيعية. خامسا، المبدأ، فكرة مجموعة من الأسباب التي تقوم عليها فكرة ما. هذا السؤال الأول السؤال الثاني. شوفوا دابا السؤال الثالث، أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح المعلومات الخاطئة. عندنا شكلت الأغورا بأثينا مركزا إداريا وفكريا في
الدولة المدينة؟ جواب هو صحيح. الفلسفة خطاب يستند إلى السرد الخيالي؟ جواب هو خطأ. الفلسفة خطاب يستند إلى العقل والمنطق. ابتدأت الفلسفة عندما اعتمد الإنسان على العقل في تفسير ظواهر الكون؟ صحيح. الماء هو أصل كل الأشياء حسب أنكسيماندر؟ خطأ، بل الماء هو أصل الأشياء حسب طاليس. الديمقراطية هي حكم الأكثرية الشعبية وفق القانون والمصلحة العامة؟ صحيح. عندنا السؤال الرابع، أذكر ثلاثة عوامل ساهمت في ظهور الفلسفة واشرحها. عندي العوامل الاقتصادية، وعندي العوامل السياسية، وعندي العوامل الثقافية. أنا ما بغيتش نشرح لكم هنا باش ما نطورش عليكم بزاف، وبالتالي هذا نموذج يتم اعتماده في الفرد الأول، الأسدس الأول بالنسبة للجذوع المشتركة. إلى هنا أستودعكم الله وأشكركم على انتباهكم، ودام النجاح رفيقا لكم. لا تنسوا أن تدعمونا على قناتنا فيلوسوفيا النجاح، وتشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.